الصمود والنضال للعمال والفلاحين الصغار والفقراء، تحية الصمود والنضال للشقيقة المقهورة. بمناسبة فاتح ماي عيد الطبقة العاملة، العيد الأممي للعاملات والعمال، بهذه المناسبة العظيمة نحيي نضال الطبقة العاملة ضد الرأسمال العالمي الاستعماري الذي يسعى إلى الهيمنة الإيديولوجية والبرجوازية على الطبقة العاملة، السيطرة على ثروات الشعوب في العالم، الذي يسعى إلى إغناء شريمة من البرجوازيين على حساب قهر العاملات والعمال، الفلاحات والفلاحين الصغار والفقراء والشغيلة المقهورة وكل شعوب العالم بما فيهم شعوب البلدان الرأسمالية الإمبريالية. سياستهم الوحيدة هي البحث عن الربح ولو على جثة بني البشر. وهي 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 والبحث عن الربح أينما تواجد في العالم. قسموا العالم إلى أقلية قليلة من البلدان الرأسمالية التي تسيطر على 90% من خيرات العالم، بينما بقية البلدان تعيش شعوبها في القهر في الفقر والجوع والأمراض والفتاكة، وتتفاقم أوضاع الشعوب نتيجة ديون وسياسات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والبنوك المركزية للدول الرأسمالية الإمبريالية. الشعوب البلدان الفقيرة تقهر أنظمة تبعية للرأسمال المركزي، هذه الأنظمة التي تقدم رقاب شعوبها لمقصرة الرأسمال حتى ينعم حكامها برغيف البذل على كراسي العروش الكرتونية على حساب دم وعرق الطبقة العاملة، فنراها تسقط فيما يسمى الربيع العربي ورقة ورقة كأوراق التوت. واليوم تقدوا الكتاب بغينا نعيشوا في الحرية أيا هادوك الشفارة هذا أعطيه وزارة هذا مجلس إدارة هذا مول الشقارة والمواطن ضحية أيا هادوك الشفارة هذا أعطيه وزارة هذا مجلس إدارة وهذا مول الشكارة مشى المغرب ضحية ومشى المغرب ضحية عيشتونا في الهشاشة سياسة باقية
مقهورة جراحها تحت سيطرة أنظمة رجعية موالية للرأسمالية الإمبريالية. وتسعى الأنظمة الإمبريالية إلى تقاسم الغنيمة وتشهد حروبا جديدة في سوريا مالي والحروب الطائفية والدينية من أجل السيطرة على الطاقة والأسواق العالمية. إنها لعبة الرأسمال من أجل السيطرة على العمل، لعبة البرجوازية من أجل استغلال الطبقة العاملة. أيتها الجماهير العمالية، يا جماهير الفلاحين، أيتها الشغيلة الكاتحة، تحية الصمود والنضال للشغيلة المقهورة. إننا اليوم نعيش أزمة السياسة الطبقية المتبعة من طرف الرأسمالية الإمبريالية لقهر الطبقة العاملة وعزيان الفلاحين والطبقات الشعبية. هذه الأزمة المالية والاقتصادية التي تسببت فيها سيطرة الرأسمال على العمل والنزاع بين الإمبرياليات من أجل تقسيم العمل عالمية، فسموا العولمة وحولوا العالم إلى بئر حروب دائمة من أجل السيطرة على مصادر الطاقة والأسواق التجارية، وحولوا بلدان العالم الفقير إلى أسواق تجارية. يا سلام عليها، يا سلام يا سلام ويا سلام عليها، يا سلام ويا سلام وديمقراطية ماروكان شوف ويا سلام عليها، يا سلام يا سلام وديمقراطية ماروكان شعوكان ويا سلام عليها، يا سلام يا سلام وديمقراطية ماروكان زادوا مليون مليون من الوزراء زادوا درهم زادوا هم الفقراء وما قالوا حقوق الإنسان، وما قالوا حقوق الإنسان، والمعتقل في السجن لا يزال، وما قالوا حقوق الإنسان، والمعتقل في السجن لا يزال. يا سلام عليها، يا سلام وديمقراطية ماروكان شعوب، يا سلام عليها، يا سلام وديمقراطية ماروكان شعوب. تحولوا بلدان العالم الفقير إلى أسواق تجارية يسمونها مناطق تبادل الحر، حولوها إلى مناطق استعمارية جديدة لاستباحة خيرات هذه البلدان، وانتزعوا من الطبقة العاملة مجمل مكتسباتها التاريخية، وحولوها إلى عبيد الرأسمال المرتكز في أيدي أقلية قليلة من البرجوازيين. هؤلاء البرجوازيون الذين يسيطرون على الشركات الإمبريالية العابرة للقارات، والتي تسيطر على 90% من الرأسمال العالمي، وتخترق الحدود الجغرافية للبلدان الفقيرة بحثاً عن اليد العاملة الرخيصة لحصد مزيد من الربح. سياستهم الوحيدة هي خوض